عبر المفرج عنهم بموجب العفو الملكي وأهليهم عن امتنانهم لجلالة الملك المعظم بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالعفو الخاص، معربين عن اعتزازهم بهذا العفو الملكي. المفرج عنهم أكدوا في الوقت ذاته أن العفو الملكي سيفتح لهم آفاقا جديدة للعودة لمجتمعهم وممارسة حياتهم الطبيعية في خدمة الوطن. أهني الملك المعظم بالعيد الوطني وعيد الجلوس واشكره على المكرمة، وإن شاء الله الواحد يعني يتعلم من أخطائه، ما في أحد ما يخطأ، والحمد لله تعلمنا درس وإن شاء الله للأفضل، إن شاء الله ما نرجع هالمكان وما نتمنى لأحد هالمكان والحمد لله. أهنى جلالة الملك المعظم على المكرمة ذي، ونهني بعيد الوطني وإن شاء الله نرجع لحياتنا الطبيعية ونرجع للمكان اللي احنا فيه خذينا عبرة، وإن شاء الله مارس حياتنا الطبيعية ويا عيالنا ويا زوجتي، إن شاء الله الله يردنا هالمكان. ونشكر وزير الداخلية على الجهود اللي بدلها ويانا. أول شيء أشكر جلالة الملك على هذا الشيء، ومو غريب على جلالة الملك هاي الشيء. شغلة ثانية، أول ما وصلنا صاصت نفس المجنون، فأشكر جلالة الملك على هذا الشيء، وبس أنتظر الحين أوصل البيت لأن مسوي لهم مفاجأة ما حد يدري من الأهل إن أخوي أفرجوا عنه. نشكر جلالة الملك على إصدار العفو للسجناء، ويدوم هاي إن شاء الله الفرحة للجميع بوجود جلالة الملك ورئيس الوزراء. أولا أحب أشكر جلالة الملك على المبادرة الإنسانية والعفو الملكي، وبتكلم عن الموضوع اللي هو العقوبة البديلة. الحمد لله يعني شيء إنساني ومعاصر يعني، وأحسن من يعني السجن، الواحد يتعلم منه الانضباط ويعني كالأمور. وحسب اللي خبرونا يعني الحمد لله انا من ياتني اللي هي العقوبه البديله التزمت فيها، حسب ما خبرونا هني ان بسبب التزامي نالني العفو. في البدايه نشكر جلاله الملك على المكرمه الحميده منه، ويعني هذه فرحه ما تنوصف برجعه اخوي لنا بالسلامه يعني، وان شاء الله الديره في ازدهار وازدهار افضل من كذي بقى. نشكر جلالة الملك على العفو الملكي. اليوم فرحه فرحتين، فرحه اخوي يطلع من السجن وفرحه بلدنا البحرين. اهنى جلالة الملك المعظم بالعيد الوطني المجيد، واشكره ان انا طلعت من هاي المكان، وان شاء الله اخر مره تكون لي هذه، وارجع اباشر والدتي ويا والدي. اهلنا جلالة الملك المعظم بالعيد الوطني، وأشكر وزارة الداخلية على جهودهم في المكرمة هذه السامية، وأنا حاليا وايد شيء عندي شعور ما ينوصف إنه بروح حق عيالي، وأشكر جميع وزارة الداخلية. الحمد لله رب العالمين. طبعا اليوم جاني اتصال وأنا قاعد في البيت، يعني اتصلوا لي المركز قال لي إن في اسمك شمله العفو والتزامك في برنامج العقوبات البديلة. طبعا أنا صار لي يمكن سنتين في العقوبات البديلة، أخذت تدريب وأخذت خدمة مجتمع، والحمد لله يعني باقي علي يمكن تقريبا 5 شهور 6 شهور، بس الحمد لله يوم جاني اتصال نحمد الله ونشكره جانا عفو ملكي. أشكر جلالة الملك المعظم على المكرمة السامية، وما قصروا في كل شيء صراحة. الشرطة ما قصرت معانا في الرعاية الصحية، الخدمات، أي شيء بغينا نحصله بكل سهولة. أنا أشكر جلالة الملك المعظم بالإفراج عني، وإن شاء الله أرجع حياتي الطبيعية. أهني جلالة الملك المعظم بالمناسبة السعيدة اللي احنا مرينا فيها، ونشكر على أنه طلعنا وخرجنا بالسلامة لأهالينا، ويعني لهم جزيل الشكر. وأنا أهني جلالة الملك المعظم على العيد الوطني والمكرمة، وأشكر وزارة الداخلية واللي هو يعني كان لها يد في تغييرنا وإصلاحنا، وأحب أهني وأشكر كل من له يد في هذا الشيء. أهني جلالة الملك المعظم بالعيد الوطني، وأشكر على المكرمة الإنسانية
واليوم أنا جدا سعيد إن أنا برجع حق أهلي وولادي وأمي، وإن شاء الله ننخرط في المجتمع بشكل صحيح. أهني جلالة الملك المعظم بالعيد الوطني وأشكره على المكرمة السامية، وما قصروا ويانا وزارة الداخلية، وكل شيء كنا نحتاجه أعطونا إياه وما قصروا ويانا نفسه. شعوري الله يسلمك إن وايد مستانس بهالشيء إن طلعونا، وإن برجع حق بيتنا وبرجع حق إخواني أي أهم شيء عندي. نشكر جلالة الملك وولي العهد ووزير الداخلية على العفو العام، واستفدنا واجد من استبدال العقوبة والتزمنا.